هذا سائل يسأل يقول: أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان القرآن ويختمه عدة مرات، أو أن يقرأه بتأني مع تفسيره مرة أو مرتين في رمضان؟ والله إذا قرأه مرة مع تفسيره وفهمه خير من أن يقرأه حذا هكذا. وعبد الله بن مسعود عندما قال له رجل: إني قرأت البارحة المفصل 4 أجزاء من كاف وما بعد، قال له: أهلا كاذب الشاذ؟ فينبغي للإنسان أن يقرأ بتأمل، وإن كان يعرف يعني قد قرأ التفسير مثلا وتبين له هذا، فأحسن أن يقرأ بتأنٍ وتأمل ويستعيد بذاكرته التفسير الذي قرأه. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.